لان احنا كدول افريقيه احنا معنيين بالازمه بشكل كبير جدا، وهي بتطالنا بشكل مباشر. ده صحيح. هو تم التطرق ليها في كلام بوتين، وهو بوتين حتى قال ان هو هيبقى في اجراءات خاصه بامداد عدد من الدول الافريقيه بالحبوب في خارج الاطار، لان هو طبعا متمسك بوقف الاتفاقيه زي ما احنا كنا متابعين يعني. لكن هو بيتكلم على ان هيبقى في اجراءات تتعلق بتوفير الحبوب لعدد من الدول الافريقيه، وهو يعني لم تذكر هذه الدول بالاسم، وقال اربع او خمس دول اعتقد كان عندهم يعني ازمه في هذا الامر. وهو قال في خلال فعاليات القمه، بس في صوامع كتير على الجانب الاوكراني تم ضربها، وده الجزء ده يخص بقى اوكرانيا. هو بيتحدث بصفته الرئيس الروسي وعلى انتاج الانتاج الانتاج اللي في في الدوله الروسيه وفي اطار العلاقات. احنا بنستورد من الاثنين، مفيش شك. انت طبعا عندك مش انت بس مصر، يعني انت بتتكلم على مصر وكل الدول اللي كانت بتعتمد في جزء كبير من وارداتها الغذائيه من هذه المنطقه، ومن الدولتين دول تاثروا تاثر شديد جدا. خد بال حضرتك برضو لازال في موجه غلاء هتبقى قادمه في احنا استوينا يا استاذ للاسف. ما انت العالم كله، ما انت خرجت من كورونا على حرب بلحج داخله دلوقتي، يعني احنا كم شهر وهنبقى بقالنا سنتين. انت بتخيل حضرتك حرب دائره، والاطرافها احنا شايفين الاطراف اللي في الحرب هم روسيا واوكرانيا. لا، المتابع للشان ده وتطوراته هي حرب ما بين روسيا وامريكا والغرب كله. يعني تشوف كميه الامدادات بالاسلحه اللي بتتدفق على الجانب الاوكراني من امريكا ودول الاتحاد الاوروبي، شوف حضرتك قد ايه يعني. فالحرب تداعياتها حقيقي خارج التاثير بس على المنطقه بتاعت الاتحاد الاوروبي، لا دي مأثره على كل دول العالم حقيقي. يعني عامله مشكله كبيره وفي منطقه الغذاء تحديدا بصراحه. طب احنا بنحاول ندور على حل سياسي لازمه زي كده، الحل البيئي لازمه التغيرات المناخيه. يعني برضو العالم كله بيعاني من الحرب الروسيه الاوكرانيه، بيعاني كذلك من تغيرات مناخيه حاده طالت الجميع. ازاي ممكن بقى من خلال كوب 27 ومخرجاته، كوب 28 في ابو ظبي باذن الله في نهايه هذا العام، يكون عندنا تصور وحلول على الارض عشان نتخلص من المعاناه دي اللي احنا بنمر بيها كلنا يعني. انت حضرتك استاذ هشام وصلت لان الامين العام للامم المتحده والتقارير كلها بتقول لك العالم يغلي. يعني الارض وصلت لمرحله الغليان. كان يقول لك بيعبر عن قلق. لا لا، يغلي. يعني انت فعلا وصلت لمرحله متقدمه جدا من الخطوره. طيب تاني، في كوب 27 كان في كلام مهم جدا، للاسف احنا دلوقتي داخلين على منتصف 2023 وعلى بعد اسابيع قليله من كوب 28، وكل التعهدات او حتى كمان المواءمات او التوافق بشان تدخل من الدول المتقدمه علشان معالجه القضايا المناخيه، هي المشكله اصلا جايه من عنده. وهو لازال برضه ممتنع على ان هو يشارك، او حتى هي طالته بالظبط. هو دلوقتي بقى طالته، هو المشكله يا استاذ هشام، هو